عالسلامة، ان شاء الله تكونوا بكلكم بألف صحة وبخير. اليوم عملت فريكاسي تونسي ديالي. الوصفة هذه ياسر معروفة في تونس، وشكون منا ما يحبش ياكلها. وبالنسبة للظروف اللي نعيشوا فيها، نتصور راكم وليتوا تشتيوا في الساندويتشات، في الفريكاسي، في الشاباتي، راكم كل شيء تحبوا تعرفوه وتحبوا تعرفوا الطريقة متاعه. دونك جبت لكم طريقة ياسر سهلة ناجحة 100%، وجست تبعوا الطريقة والمراحل بقد ربي تنجح معاكم من أول مرة. تو نبدأ مع بعضنا في طريقة التحضير والمقادير. أما قبل هذا، كانك أول مرة تزور القناة وعجبك المحتوى، ما تنسيوش باش تحطوا أبوني وباش تفعلوا الجرس، باش في كل مرة نهبط حاجة جديدة توصل لكم نوتيفيكاسيون. بالنسبة للمقادير متاع الفريكاسي، ما فيهم حتى شيء وسهلين متوفرين في كل دار. لنا عملت كونتيتي متاع رطل، عملت 350 غرام فرينة، عليهم 150 غرام سميد أرتب، عندي عظمة، خميرة خبز، 4 مغارف كبار زيت زيتونة، 250 مليليتر ماء دافي. وعلى فكرة العظمة راهي تكون بحرارة الغرفة. عندي ملح وبالطبيعة شوية السكر. طيب باش نحضروا مع بعضنا العجين. لنا خديت 250 مليليتر ماء دافي اللي حضرتها معكم من بكري، حطيت عليها مغرفة كبيرة متاع ماكلة سكر، خلطتهم بالباي وحطيت عليهم الساشين متاع خميرة الخبز، باش نخليهم يتفاعلوا لمدة درج درج ونص ونرجع لهم. لنا غطيتهم بابي سولوفان باش اولا ما يلقطوا ليش الغبرة، يتفاعلوا بالباهي مع بعضهم. وزيد كي نبدا نغربل في الفرينة، ما نضمن اللي ما يجي فيه حتى شيء الخميرة متاعي. ناخذت الفرينة متاعي غربلتها، سبق وقلت لكم حضرت 350 غرام فرينة و 150 غرام سميد أرتب. حطيت لنا مغرفة متاع قهوة صغيرة ملح معبية، وحطيت لاربع مغارف كبار زيت زيتونة باش نخلطهم بالباهي حتى لوينك الملح والزيت يدخل بالباهي في وسط العجين. وتوا باش نحط العظمة متاعي. على فكرة انتم تنجموا تعملوا كيما تحبوا، تنجموا تحطوا 200 غرام سميد و 300 فرينه، تنجموا تحطوا معناها تستعملوا الكونتيتي الكل فرينه كيما تحبوا، معناها انتم وشنو عندكم، انتم المتوفر وانتم والقول اللي تحبوه. اما الامانه راهو السميد كي يبدا في الفريكاسي يعطيك الدقرميشه وكل قوه محلاه. انا عملت الدرج الخميره نتاعي ملي تفالت وباش وزدتها الكل للعجين. تو العجينة نتاعي كي قاعدة نلم فيها حسيتها ياسر تتلاصق في اليدين، معناها الكونتيتي نتاع الماء اللي حطيتها برشا، وإلا النوع نتاع الفرينة نتاعي اللي ما يشربش برشا ماء. دونك وليت شعملت لنا، زدت مغرفة كبيرة ونص نتاع ماكلة كبار فرينة، وزدتهم للعجين نتاعي وقعدت نلم فيهم بشوية بشوية باش نتحصل على القوام اللي حاجتي بيه. العجين نتاع الفريكاسي ما يلزمهاش تكون تتلصق، يلزمها تبدا متاوعة في الخدمة، وكيما عجينة البيتزا حاسيلو كيما القوام هذاك معناها. تو باش نكمل نعجنها ومن بعد باش نخليها ترتاح. تو العجينة نتاعي بعد ما خدمتها بالباهي حطيتها في صحفة، وباش نغطيها بمنديلة وباش نخليها تخمر لمدة ساعة، وباش نحطها في بلاصة سخونة شوية. تو العجينة نتاعنا قاعدة تخمر على روحها. اونطخوطون لنا حضرت عظمتين حطيتهم في الماء يتصمتو، ولنا باش نقص البطاطا نتاعي قصيتها لي جويدة ولي خشينة، وباش نحطها في الطنجرة تيب على روحها. اونطخوطون حضرت ماء سخون، وبعد ما كملت قصيت حطيت البطاطا نتاعي في الطنجرة وحطيت عليها الماء سخون، ولنا باش نفوحها بشوية ملح وشوية كركم. الكركم يعجبني في البطاطا يعطي لون مزيان. وباش نزيد مغرفة صغيرة زيت، باش نخليها درجين تيب في عقلها ومن بعد نرجع لها. توا عملت درجين البطاطا نتاعي، وباش نشوفوها كيفاه، معناها القوام نتاعها طايبة ولا مازالت. هنا كيما تشوفوا مازالت يابسة شوية، جست باش نطفي على الغاز وباش نغطي عليها وباش نخليها تيب في عقلها على نار مطفية. وتوا العجينة نتاعي بعد ما خليتها خمرت ساعة كاملة، باش نشكلوها مع بعضنا. شوفوا كيفاش الفوليوم نتاعها ولا الدوبل. لنا خديت العجينة دورتها بالباهي باش ما تبداش ملوطة فما كل خطوط ولا حاجة، رشيت الفرينة على البلان دو ترافاي وباش نحل العجينة الكل مع بعضها.
للنار طال ما في حتى شيء، معناها تنجموا تحلوها على الطاوله ولا على الرخام ولا على البلاصه اللي باش تخدموا فيها، ما يقلقش، مش كيما كيلو ولا كيلو ونص كيكه، وقتها تنجموا تقسموا العجينه في اثنين ومعناها تجيكم كبيره. لنا ثبتوا معايا في السمك نتاع العجين كيف باش يكون، باش تجيكم مكعبات الفريكاسي معناها كيما تحبوا. قلنا بريسك حسيت السمك اللي حاجتي بيه سافا، وليت قصيت من القلقال وخليت سحفة صغيرة وقعدت نشكل بها في كعبات الفريكاسي متاعي. انتوما كان مش متوفر عندكم سحفة صغيرة تنجموا تعملوا بكاس كبير شوية، يكون العرض متاعو معناه كبير وإلا القطر متاعو كبير شوية وتعملوا بيه. لنا كملت كعبات الفريكاسي، شكلتهم بلوتو بالصحفة، وتو باش ناخذ كل كعبة نمددها شوية بالطول وباش نستوي كل الزايد هذاك، الزايد هذاك ماذا بيكم نحيوه سينو يجيكم يتقرمش وما يعطيش منظر مزيان. باش نكمل نعمل الكيكة وانتخو طون لنا حضرت طبق نتاع فور، حطيت فيه بابي كويسون وكل كعبة نحطها في الطبق هذاك باش نخليهم يرتاح درجين ونغطيهم بمنديلة ونرجع لهم. توا دوما كعبات الفريكاسي نتاعي اللي شكلتهم بكري، ما نجمتش نوريكم خاطر لاهية نشكل فيهم، وتوا دوما هما الشكل نتاعهم بعد ما مددتهم، شكل الفريكاسي نتاعنا العادي. باش نخليهم درجين والا ربع ساعة يرتاحوا ويتنفخوا شوية كيما نقولوا، ومن بعد نرجع نقليهم. تو الفريكاسي نتاعي خليته يرتاح ربع ساعة، جست زيت شوية في الفوليوم مش برشا من خاطر مزروبة بالوقت. نتوما كان عندكم الوقت نجمو تخليوه حتى أكثر يرتاح نص ساعة ربع ساعة، هسيلو ذاك الكل معناه باهيلو. تو الزيت نتاعي سخن وحطيت أول كعبة حضرتها حطيتها هي الأولى وما مسيتهاش، ماذا بيكم كي تحطوا الكعبة ما تمسوهاش بالكل خاطر باش تلقى زيت سخون باش تنفخ، معناها باش تنفخ في وسط الكعبة. لنا جست مسرعة شوية في الفيديو، اما راي كل واحدة تاخد وقتها بالباهي، معناها ما كما نقولوا ما تسيبوش الفريكاسي. وحاجة اخرى ياسر مهمة، ماذا بيكم كيف تقليوا الفريكاسي، حاولوا الكونتيتي نتاعكم، مثلا عملت ورطة الفريكاسي كما نقولوا الكل حضروه على شيرة ومن بعد اقليوه الكل فرد مرة، معناها ما تغلطوش الغلطة متاع تحضروا كونتيتي وتقليوها وانتم تقليو تبداو يد في القليان ويد في يد معناها في تحضير العجين ولا تشكيل العجين، هذيك اكبر غلطة والفريكاسي نتاعكم معناها ما ياخوش وقته وما ياخوش حقه في القليان، معناها تنجم تتلهي بيها الكعبة، معناها باش تكون باش تتلهي بالكعبة كيما يلزم ترسيلك معناها تبدا يد منا ويد منا وكيكا ينجم يتحرق لكم. وحاجه اخرى كعبه الفريكاسي كما قلت لكم من الاول معناها دوم ما تحطوها ما تمسوهاش بالكل، معناها خليوها تتنفخ وحدها، خاطر جربت مره عملت الفريكاسي والكعبه اللي نحطها نبدا نحط عليها في الزيت من الفوق كيكه تتنفخ اكبر برشا من حجمها، معناها خليوها تتنفخ طبيعيا وحدها وانتم جوست من بعد كي تتنفخ وليو كما نقولوا اقليوها بالباهي باش تجيكم اللون اللي تحبوا عليه بالضبط. وتو باش نكمل نقلي كعبات الفريكاسي نتاعي الكل فرد مره ونرجع لكم باش ما ندورش عليكم اكثر الفيديو. تو هذوما كعبات الفريكاسي نتاعي بعد ما كملت قليتهم الكل، شوفوا محلاهم كيفاش منفوخين وكيفاش اللون نتاعهم ذهبي كيما اللي يتباعوا في الشارع بالضبط. وتو باش نحضروهم مع بعضنا. شنا الفارس اللي باش نحطها في الفريكاسي نتاعي؟ لان عندي بطاطا مسموطه، عندي هريستنا التونسيه حطيت معاها شويه زيت نتاع تون وشويه ماء وخلطتها، عملت عظمتين مسموطين، حكه تون نحيت لها الزيت نتاعها، زيتون وبصل لنا قصيتو جويد لنا حطيته في اخر لحظه حضاض هو اللي باش نحطو، اما الباز نتاع الفريكاسي كيما نقولوا بلاش بصل او كنتوما وشنو تحبوا. طيب باش نعملوا مع بعضنا كعبات الفريكاسي وباش نحل واحدة فيهم باش نوريكم القوام نتاعها كيف جاني. جاتني منفوخة معناها من الوسط فارغة والشكل نتاعها منفوخة باش نجم تحط فيها الفارس، هذيك هي الفريكاسي الأصلية. لنا حطيت شوية هريسة بتبيع حسب الرغبة، شوية تون، بطاطا مسموطة،
هذا الباز نتاعها كيما نقولوا. ولنا حطيت هكا شويه بصل وشويه عظم، وفي الاخر باش نزين بكعبات الزيتون. تو باش نكمل نحضرهم الكل ونوريهم لكم في طبق التقديم. وتو دوما كعبات الفريكاسي نتاعي بعد ما كملت حضرتهم حطيتهم في طبق التقديم. بصراحه وصفه ياسر ناجحه وكيما الموجوده في المحلات بالضبط، تستحق التجربه، وان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. كالعادة كان جربتوا الوصفة وعجبتكم ما تنسيوش باش تحطوا لي في التعليقات. وتوم قالي كان باش نقول لكم بالسلامة، وإن شاء الله ملتقانا في وصفات أخرين.